ولهذا فإن السؤال الذي سأبدأ به مع ضيفي الكريم من استوديو القاهرة الإخبارية الأستاذ السماني عوض الله رئيس تحرير الحاكم نيوز، متى يخف هذا الوجع يا أستاذ سماني؟ أو لعلنا نتشبث بالتفاؤل ونسألك متى يزول يا أخي؟ أخي محمد، حقيقة الأوجاع ظلت خلال العام 2023 تزداد على العالم العربي وتزداد حدة على السودان الآمن المستقر. الأوجاع ازدادت منذ أبريل وحتى تاريخ هذا اليوم، ظلت الأوجاع أصابت كل منزل في السودان، كل منطقة في السودان هي الآن تعاني وتعاني من شدة الألم ومن شدة ما يحدث الآن في هذا البلد الذي كان ينظر إليه العالم العربي بأنه هو شريانه النابض وقلبه الذي ينبض، ولكن كما يقولون أن عين أصابته، فالألم كبير والمعاناة أكبر، ولكننا الأمل يحدونا بأن يبدأ العام 2024 بالتفاؤل، بأن يعي السودانيين أو يعي أن تعي الأطراف المتقاتلة بأن ما حدث في العام 23 هو كان خطأ وقع منهما، نامل أن يصححا ذلك الخطأ مع بداية العام 2024. هل ترى بوادر يا أستاذ سماني؟ والله ليس هنالك بوادر تلوح في الأفق، ولكن الأمل يعدونا، خاصة في ظل أن هنالك تحركات على المستوى الداخلي وتحركات على المستوى الإقليمي وتحركات على المستوى الدولي بأن توقف هذه المعاناة، بأن يتم وضع حد لهذا القتال الذي امتد لكل مناطق السودان والذي شرد الملايين داخل السودان وخارجه. يعانون مواطنوه من الألم، يعانون من الجوع، يعانون من الأمراض، يعانون من كل شيء، فقدوا كل شيء ويعانون في كل شيء. فلذلك أعتقد أن هنالك أمل بأن يعي أن تعي الأطراف المتقاتلة والأطراف المتنازعة ما يحدث الآن من قتال، وما يحدث الآن من عمليات نهب واغتصاب وغيرها مما يحدث في السودان. حقيقة الألم كبير جدا، ومضى عام 23. فداحة الألم يا أستاذ سماني إنه في الحالة الفلسطينية مثلا نحن نعرف عدونا، ونعرف إنه عدو بلا خلق وليس منا، يعني يجعل لنفسه زاوية عرقية، زاوية دينية، أيا كان السور الذي يتمترس وراءه. لكن فداحة الألم السوداني إنه هؤلاء في نهاية الأمر سودانيون يا سيدي. نعم. كيف يفعل السودانيون بوطنهم هذا؟ نعم، هذا هو الألم الحقيقي، بأن يطعنك أخيك في ظهرك، وأن يغدر بك، وأن يدمر كل الوطن، وأن يدمر كل شيء. فهذا هو الألم الحقيقي، الألم المؤلم، يعني أن يكون ليس العدو خارجيا أو يريد أن يحتل أو يريد أن يستولى على موارد، ولكن العدو هو من يعيش ويسكن جنبك ويأكل معك في مائدة واحدة. طيب فسر لي يا أستاذ سماني، ونحن في مطلع عام جديد، فسر لي كيف تطاوعهم قلوبهم على ما يفعلونه من فظائع؟ حقيقة أنا لا أدري كيف ينامون وينظرون الأطفال يتشردون ويقتلون، والنساء تغتصب، والأموال تنهب، والبيوت تحرق، والمؤسسات تدمر. فكل شيء الآن في البلاد الآن أصبح الآن أصابه الدمار وأصابه الخراب وأصابه كل شيء. على ماذا الآن هم يتقاتلون؟ الذي يريد أن يستولى على السلطة ماذا يحكم؟ هل يحكم تلك الأقوام التي دمرتها بندقيتي؟ أم يحكم ماذا؟ أم يحكم الشعب الذي أصبح الآن ما بين اللاجئ وبين المشرد، وما بين هو الآن تحت التراب، وما بين الآن هو ملقى على الأرض لا يجد من يستره أو يدفنه في باطن هذه الأرض؟ على ماذا الآن يتصارعون؟ يجب عليهم الآن أن يعيا ما حدث، وأن
يتجها بصفة بنوايا صادقة وعازمة لإيقاف هذه الحرب والدخول في عملية السلام ووقف هذا الخراب الذي أصاب كل شيء. كل شيء أنا أخي محمد أقول لك أن السودان قد دمر تماما، كل المرافق الحيوية والاستراتيجية قد دمرت وقد نهبت، وأصبح الآن المواطنين لا يملكون شيئا، كل أموالهم نهبت وكل بيوتهم دمرت وكل أعراضهم هلكت. يعني ماذا الآن هم كيف يصحون وكيف ينامون ويرون هذا الخراب وكل ساعة وكل دقيقة وكل ثانية كل هذا الخراب، وهم الآن يتقاتلون ويستمرون في القتال. كذلك أن أين متى يصحى الضمير الدولي ومتى يصحى أولئك الذين يدعمون الأطراف لأجل القتال، متى يصحى هؤلاء من تلك القفوة التي دمرت كل شيء؟ الآن ما يحدث في السودان لم يحدث في أي منطقة أخرى. هنالك نزاعات كثيرة حدثت في أفريقيا، نزاعات كثيرة حصلت في المنطقة العربية من حولنا وكثير من البلدان، ولكن الآن ما يحدث في السودان يختلف تماما عن كل ما حدث. طيب يختلف. أدخل بنا أستاذ سماني في ذهن حميدتي. نعم. قائد ميليشيا الدعم السريع، نحن نعرف الفريق البرهان هذا قائد القوات المسلحة السودانية، قائد الجيش السوداني، وعلى عاتقه مسؤولية نحن نعرفها جيدا، الحفاظ على الدولة السودانية وعلى الوحدة الوطنية السودانية إلى آخره، وهو يدافع من هذه المنطلقات. أدخل بنا إلى ذهن حميدتي، كيف يفكر هذا الرجل؟ هل لديه سيناريو؟ لأنه إزاحة الفريق البرهان والاستيلاء على الخرطوم إلى آخره أصبح أمرا مستبعدا، ما السيناريو الذي يدور في ذهنه الآن؟ نعم، هو أعتقد الآن هو الآن يقاتلون بلا هدف صراحة. حقيقة الآن يقاتلون بلا هدف، لأنه الهدف الذي كانوا يقاتلونه ومن أجله شنوا هذه الحرب انتفى في الأيام الأولى من هذه الحرب، هو الاستيلاء على السلطة، القبض على البرهان، الاستيلاء على القيادة العامة. الآن ما يحدث الآن ليس هدف لعسكري أو للاستيلاء على السلطة. مدينة ود مدني التي تبعد 183 كيلومترا ليس بها أي أهداف عسكرية، وهي مدينة جميلة يا أستاذ، مدينة هي قلب السودان ووادعة وأهلها طيبون. نعم. جدا. نعم. هي مدينة قلب السودان. وهي زي ما بقولوا نحن نسميها بسرة السودان. أيوه. فهذه هي الذي يعتمد عليها السودان في اقتصاده، باحتمال يوجد بها أكبر مشروع زراعي لمد السودان بكل الاحتياجات الغذائية. نزح إليها هؤلاء الذين دمرت منازلهم وانتهكت أعراضهم ليجدوها مدينة آمنة خلال الشهور الماضية، ولكن يد الغدر جاءت إليهم في تلك المدينة التي لا تعتبر أي هدف عسكري. ماذا يريد هؤلاء؟ إن كان هنالك تفكير أو يحمل تفكيرا استراتيجيا أو هدفا للاستيلاء على السلطة، ماذا يوجد في مدني ليس بها حكومة أو ليس يوجد بها البرهان حتى يتم تخريبها بهذا ما يحدث الآن؟ يمكننا أن نخمن أنه يحاول أن يثبت أن الجيش السوداني عاجز عن الدفاع عن المدن الرئيسية في السودان، وهذا يكسبه نقطة على الأقل في ذهنية قائد ميليشيا أستاذ سماني. القوات المسلحة السودانية لم تتصور يوما ما أن تهاجم هذه الميليشيا مدينة ود مدني باعتبارها مدينة مدنية 100% ليس بها أي أهداف عسكرية. فلذلك القوات المسلحة أعتقد أنها كانت مطمئنة بأن هذه الميليشيا لا يمكن أن تهاجم مدنيين وهم نازحين الآن في مدينة ود مدني، هم الآن نازحين، ليس يحملون سلاحا ولا يحملون، هم فروا من منازلهم، تركوا حتى أموالهم وتركوا أبنائهم وتركوا كل ممتلكاتهم، فروا للنجاة بأنفسهم من هذه الحرب. ولكن أن تستهدفها الميليشيا بهذا الأمر أعتقد أن ليس لقادة هذه الميليشيا أدنى تفكير استراتيجي لإدارة هذه الحرب. فلذلك أنا على قائد الدعم السريع والذي يتجول الآن في منطقة شرق أفريقيا أن يعي وأن أن 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 ينظر إلى أن قواته ماذا فعلت بالمواطنين الذي يريد أن يحكمه،
كيف فعلت بهم؟ هل سيقبلونه إن كان جاء أو للسلطة؟ هل يقبلونه حتى ولو إن كان استولى على السلطة لا قدر الله بالبندقية، أو حتى يستولى عليها بأي طريقة طرق أخرى بحل سلمي؟ هل يعتقد أن هؤلاء المواطنين سيقبلونه ويتعاملون معه من أجل أن تنتهي فترة رئاسته في السودان؟ أعتقد طيب لا. إن كان الحال كذلك يعني سيجلس مع الفريق البرهان بأي منطق؟ يعني دعني أقول لك أنه بالطبع الواحد منا يتمنى لو أن هذا الاجتماع قد حدث، ويتمنى أنه يتم إيقاف إطلاق النار في السودان في أقرب الآجال، لكن ما الذي سيقوله البرهان لقائد ميليشيا ارتكبت هذه الفظائع يا أستاذ سماني؟ هذا وضع عصيب بالنسبة للفريق البرهان. هو وضع عصيب حتى للذين يتوسطون لوقف هذه الحرب. ماذا يقولون له؟ البرهان يريد أن تخرج هذه الميليشيا، وقد أكد هذا الحديث قبل ساعة من الآن بأن وجه حديثا واضحا بأن الطريق الوحيد لوقف الحرب هو خروج هذه الميليشيا من منازل المواطنين. أيوة. هذه الميليشيا لا تزال تحتل منازل المواطنين سواء كان في وغمز إثيوبيا دون ذكر اسمها، يعني قال أن الدول التي تستقبل قائد الميليشيا وجه لهم رسالة واضحة. صحيح. هي، نعم. هي دول تتدخل تدخلا غير مشروع في الشأن السوداني. نعم. فهذا هو الأمر الذي المؤسف جدا، يعني أن تستقبل الميليشيا بدول الجوار ولإضعاف القوات المسلحة السودانية ولنهبة الدولة السودانية، فهذا الأمر مؤسف جدا. يجب أن يكون القتال حتى وإن كانت هذه الميليشيا أن تواصل في قتالها، يجب أن يكون بعيدا عن الأهداف المدنية. أيوة. بعيدا عن المدن، بعيدا عن المواطنين، فليجب أن يكون في ساحات بعيدة مكشوفة أو بعيدة عن المساكن ومعسكرات والملاجئ التي لجأ إليها المواطنين. أنا أعتقد أن البرهان قد أرسل رسالة واضحة بأن على الميليشيا أو أن الطريق الوحيد لوقف الحرب هو خروج هذه الميليشيا من المنازل المواطنين، وقد أمن هذا الأمر في إعلان جدة الذي وقع في مايو الماضي، ولكن هذه قوات الدعم السريع لم تلتزم بتنفيذ هذا البند من البنود التي تم التوقيع عليها في ذلك الوقت، وحتى الآن لا تزال تحتل منازل المواطنين وترهبهم بالسلاح، يعني وتهددهم بالسلاح وتساوم في بالسلاح من أجل المال أو من أجل عمليات الاغتصاب. وقد حدث في بعض المدن التي في ولاية الجزيرة بأن تم تهديدهم بالسلاح أو قتل أو عمليات الاغتصاب أو دفع الأموال، فهذا أمر مؤسف. يعني أنا أعتقد أن المجتمع الدولي يجب أن يتحرك بالسرعة المطلوبة لإدانة هذا السلوك الذي لا يشبه أي قوات نظامية أو أي قوات عسكرية أيا كانت من هو العدو الذي تقاتله.